سلام بنات، مرحبا بكم في قناة ديالي. اليوم وصفة جديدة نتمنى أن تعجبكم، ومرحبا بالناس الجداد في القناة ديالي. القناة ديالي تتعلق بالجمال والتنظيف بالبيت والطبخ. نتمنى أنكم تدعموني وتخليوا لي تعليقات ديالكم، ديروا لي لايك. مرحبا بكم، نبداو على بركة الله. اليوم عندي واحد الوصفه جديده اللي هي حلوه بسيطه وسهله، هي سميتها الورده. اللي نحتاج ليها هذا القالب، هذا كما تشوفوا هذا الطابع، سهل بزاف وما تطلبش وقت كاع نهائيا، والمقادير ديالها بسيطه موجوده في اي بيت. عندي هنايا كاس ديال الحليب وبيضه واحده وقبصه الملح خميرة بيضاء فانيليا، والفرن تبقى على حسب الخليط. الخليط يكون في حل الشكل ديال البغرير. هناخد اناء اللي نوضع فيه بيضة البنات، تجي لذيذة لذيذة بزاف. الملحة، من بعد نضيف الفانيليا، ثم الكأس ديال الحليب. غادي ناخذ طرب يدوي، نخلط المكونات مزيان. خلطت شوف تنسج الخليط ودوبي داك البيض مع الحليب والسكر الفانيليا والملح. من بعد ناخذ ملعقه اللي ناخذ بها الفرص. تناخذوا الفرص كيف ما قلت لكم في الاول، على حل القياس ديال تنخلطوا ديالو بحال القياس ديال البغرير، بحال العجين ديال البغرير. عفوا، تنحرك الخليط ديالي مزيان كله. تنكون درت مقله فيها الزيت اللي درت على النار متوسطه، تندير فيها داك الطانيه ديال السخن حتى تيسخن مزيان. تنحط الزيت وتنخشي في داك العجين، نحطو فوق منه غير نصف فيه داك الهنا وصافي. اسمحوا لي البنات، نعتذر انني صورت لا فيديو ديال القلي ما مشات ليا، وقلت لي ما لانني نشارك معكم هاد الطريقه. اسمحوا لي بزاف، نتمنى تعذروني. شكرا، سلامه، باي باي.